استمراراً لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعزيز كافة أوجه الدعم للأشقاء الليبيين في أعقاب الإعصار المدمر الذي ضرب ليبيا خلال الأيام الماضية، واصلت حاملة المروحيات المصرية طراز مسترال جمال عبد الناصر تفريغ حمولتها من الحاويات التي تحتوي على أطنان من الحصص الغذائية والمواد الإغاثية وتسليمها للسلطات الليبية لتوزيعها على الأشقاء الليبيين بالمناطق المنكوبة. والله نشكر أخوتنا المصرية على المساعدات أخوتهم الشعب الليبي في الكارثة اللي المأساوية اللي صارت في مدينة درنا، بارك الله فيهم، نشكرهم على المجهودات اللي قاموا بها بحث الإغاثة الإنسانية للشعب الليبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، انا اتبهرت، حاجه تشرف بجد. يعني في مستشفيات تبع القوات المسلحه، في سيارات اسعاف، في معدات، انا معايا كساحه، محملنا معدات كتير بنودوها نطلع بها درنا. كل عمل مجهود جبار بصراحه، يعني امكانيات رهيبه، الله اكبر عليهم وربنا يحميهم. حاجه تفرح، حاجه تشرح القلب بصراحه. شكر اخوتنا المصريه على المجهودات الذي ساعدونا بين وساعدوا مدينة درنا والمدن المنكوبة، نشكرهم شكرا جزيلا، وإن شاء الله ربي يحفظهم، إن شاء الله ربي يدوم المحبة بين الدول، ومصر وليبيا وحدة إن شاء الله. والله مصر بالنسبة لمصر والله ما قصرت بالمساعدات، مساعدات جنة بر وبحر وجو، يعني ما قصرتش مصر صراحة. حق مصر صاحبة واجب من قديم الزمان، طبعا نقولوا تحيا مصر تحيا مصر. طبعا منذ اليوم الاول جمهوريه مصر العربيه قدمت مساعدات للمدن المنكوبه في ليبيا، في شرق ليبيا، ونحن هذا اليوم استدعونا القاعده البحريه طبرق لوصول باخره مصريه فيها بعض المساعدات، وكذلك في مستشفى ميداني. نحن بالجانب الطبي الميداني قابلنا الاطباء، هم على اوبه الاستعداد لكي يتم مساعده درنا وانقاذ الحالات اللي من درنا. نحن في داخل مركز طبرق الطبي يوجد عندنا ما يقارب 22 حالة، ممكن حيتم إخلاء بعض الحالات من هذه الحالات إلى هذه البارجة لكي يتم رعايتهم. فنشكر الشعب المصري، نشكر القيادة المصرية على الوقفة الجادة بجانب قوتهم في ليبيا. كما استقبلت مستشفى حاملة المروحيات المجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية ونخبة من أفضل الأطباء وأطقم الإسعاف عددا من الحالات المرضية، وقامت بتقديم الخدمة الطبية المتميزة لهم. صعب نوصف لك، يعني شيء مرعب، شيء ضخم، شيء الكلمات ما تقدرش توصل صراحة. يعني قلت لهم شباب، يعني قلت لهم على راسي من فوق والله، يعني نشكر كل حد عالجني وكل حد ديني، بس أنا بالنسبة لي أنا والله حسيت براحة نفسية الحمد لله. يعني بديت نربط، بديت يعني حط راسي مغمض عيني نربط، حاس باهتمام مش طبيعي والله. يعني حتى لو أنا بين أهلي مش حنت عامل المعاملة والله، يعني نخجل منهم، أصبحت نخجل منهم. سبحان الله، يعني كأنك حسن نفسي في مصر، مصر هي راي في الروح. كما واصلت عناصر البحث والإنقاذ المصرية جهودها في انتشال الجثث وإنقاذ المصابين في المناطق المنكوبة. وترحم على الشهداء في هذا الحدث الذي هز مع أخوات الدول العربية شقيقة ودعمهم بالمال والرجال، ما أدى هذه رحمة بيننا، وأن شعب مصر وشعب ليبيا شعب أخوة شقاء. نشكر دعم الشعب المصري وجيش الشعب المصري على مساهمتهم وعانتنا في هذه المحنة، نسأل الله أن يوفق الجميع ويستمروا على وحدتنا. والحمد لله نشكر الحكومة الليبية والحكومة المصرية اللي شرفتنا هنا وسعفتنا وسعفت الناس كلها ونقص الناس من تحت الأنقاض. فيما استقبل معسكر الإغاثة المصري بمنطقة مرتوبة قرب مدينة درنا عددا من المواطنين المتضررين من الإعصار، وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة المصرية على دعم علاقات التآخي بين الشعوب، وبما يساعد الأشقاء على تجاوز الأزمات والمحن.